حركة كار بكريكة شوية في المنطقة السياحية الحرميات الجنوبية، وحسب مصادر من الحماية المدنية جاءت الكار هذية المقنين ولاية المنسير كان فيها 29 واحد، وبعد ما هبطوا منها مدة صغيرة اتحرقت. حسب المعاينة الأولية حسب نفس المصادر من الحماية المدنية جاءت نتيجة خلل كهربائي في الموتور نتاعها. خلفت الأضرار في الميليبيوس كان حادث عرضي وعادي وما عندوش حتى خلفية أو عملية مدبرة حسب مراش بعض المواقع الاجتماعية، بل أن كل ما في الموضوع ماس نتاع كورو، وبحكم قرب المكان الحريق هذايا مقر الحماية المدنية في الجهة كان التدخل السريع ينجم يسيطر